العديد من الأسر المصرية على موعد بالتأكيد مع إعلان نتيجة الثانوية العامة قريبا. بنتكلم على بداية بقى تنسيق الجامعات 2024، ده طبعا غير اختبارات القدرات اللي بيبتدي الأهالي كل بقى مكان، يعني اللي عندهم شباب لأن يعني طبعا مش هيبقوا أطفال يعني في الثانوية العامة، يبدأوا بقى يشوف كل واحد الكليات المتخصصة اللي فنون جميلة لها اختبارات خاصة بيها، التربية الرياضية لها اختبارات خاصة بيها، والعديد من الجامعات الكليات الأخرى. الطلاب كمان يبدأوا يستنوا ويشوفوا إيه نتيجة التنسيق، تنسيق الكليات بعد طبعا انتهاء فترة الامتحانات بسلام. خلال الفترة دي في ملايين مصريين بتسألوا يا ترى الحدود الدنيا للكليات هتبقى إيه؟ يا ترى أولادنا هيقدروا يدخلوا الكليات اللي نفسهم فيها ولا لأ؟ طب الحدود القصوى إيه؟ العدد اللي هتاخدوا أو تستوعبوا للجامعات إيه؟ طبعا حاجات كتيرة جدا، بيبقى فيه ضغط عصبي كبير في البيوت المصرية اللي فيها ثانوية عامة. بس احنا دايما بنأكد يا جماعة الثانوية العامة مش آخر المطاف، بالعكس دي أوله، ولسه الحياة واسعة جدا جدا. ولو لا قدر الله الواحد ما جابش التنسيق أو المجموع ما جابش الكلية اللي هو عايزها، مش أول ولا آخر المطاف خالص، بالعكس ربنا دايما بيبقى كاتب لك الأفضل. خلينا نتكلم على مؤشرات إيه، إمتى هتظهر النتيجة، إيه مؤشرات القبول، إيه الكليات بالفعل اللي ابتدت دلوقتي يبقى فيها الامتحانات بتاعت القدرات الخاصة، والقدرات الخاصة بهذه الكليات. بيشرفنا ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد أبو ضيف، مسؤول ملف التعليم العالي في جريدة الوطن. أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أستاذ أحمد. بحضرتك وكل مشاهدينا يا فندم. أيام صعبة على كل أولياء الأمور في الثانوية العامة، إحنا بنتكلم خلاص دلوقتي التصحيح وفي مؤشرات ظهرت بالفعل، وفي بعض المواد النسب بتاعتها كانت جيدة جدا ومرتفعة فعلا. خلينا نتكلم الأول في المؤشرات، المؤشرات اللي ظهرت إيه؟ بداية يمكن نتكلم عن نتيجة الثانوية العامة، يمكن إن شاء الله هي وفقا لخبر كان منشور عندنا في الوطن هتنتهي خلال ساعات إن شاء الله تصحيح امتحانات الثانويه العامه وتبدا المراجعه، ويمكن على نهايه الاسبوع الجاري يتم طبعا وضع درجات الرأفه وتحديد اوائل الثانويه العامه، والاعلان سيكون خلال ايام قريبا جدا جدا. ده بالنسبه لنتيجه الثانويه العامه. الحديث اللي الناس بتتكلم فيه ارتفاع المؤشرات او اللي هي ظهرت لبعض المواد اللي هي كانت في اللغه العربيه، اللغه او العربيه الفيزياء واللغه الثانيه او اللغه الثانيه والفيزياء كده، حقيقي دي كانت طبعا زي ما بنقول اللي هو ارتفاع اللي هو اللي كان تم الاعلان عنه، اللي هو ما تم تصحيحه في العينات العشوائيه، فكانت نسب النجاح فيها مرتفعه جدا، ويمكن بعضها تجاوز 90%. ولكن ده طبعا مش مؤشر ان احنا ان النتيجه هترد تاني زي ما حصل من 4 5 سنوات، لا لا، ده لسه في تصحيح وفي تصحيح كامل للمواد، وده طبعا ممكن الحديث عنه مبكرا بيكون صعب جدا. بندخل على المرحلة الثانية اللي هي بعد كده بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، طبعا بتكون مرحلة تنسيق الجامعات، ويمكن دي أكثر حاجة بيترقبها أولياء الأمور. ليه؟ لأنه هو في اعتقاده أنه إذا مجموع ارتفع في الثانوية العامة ابنه فهو كده هيلحق بكلية يعني مش اللي هو عايزها، لا وهتبقى أقل من اللي هو عايزها أول من اللي هو عايزها. وطبعا احنا طبعا لسه ما زالت في أفكارنا للأسف في بعض أولياء الأمور، يمكن في الأقاليم بتكون أكثر، اللي هي قصة كليات القمة وكليات غير القمة، والمفروض هذا المصطلح انتهى قديما. القمة بقت مختلفة تماما ومجالات بقت مختلفة تماما، يعني مع احترامي طبعا وانا طبعا يعني هندسة فعشان ما حدش يفهمني غلط، لكن هي بقت بعيدا عن الطب والصيدلة والهندسة، بقت دلوقتي المجالات التكنولوجية بشكل عام هي دي المستقبل. هو حاليا طبعا يمكن احنا لو يعني لو خرجنا حاجة بسيطة كده، الدولة المصرية يمكن خلال ال6 سنوات الماضية انتهجت نهج واسع وكبير وخطوة حازمة في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي. يمكن ولأول مرة احنا معدل عدد الجامعات المصرية في مصر من 2014، قبل 2014 كان ما يقرب من 50 جامعة، احنا حاليا بنتكلم في 100 جامعة. طبعا كان الأول عندنا نوعين أو نمطين، العدد تضاعف، عدد تضاعف، لا ده في جزئية أهم إن نمط التعليم، احنا كان الأول عندنا نمط التعليم ما بين جامعات حكومية أو جامعات خاصة، لا حاليا احنا عندنا أكثر من نمط للتعليم، حقيقي الحكومي والخاص والأهلي، الأهلي المنبثق من الجامعات الحكومية حقيقي والأهلي الدولي وأفرع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية. فأنت حقيقي. حضرتك طبعا بجانب المعاهد، فأنت حضرتك بتتكلمي في 6 أنماط تعليمية مختلفة تناسب كافة شرائح المجتمع المصري. دي مش جزئية برضو مهمة، لا ده في الأهم بقى إن هي بتتميز بالبرامج والتخصصات اللي هي بيحتاجها سوق العمل حرف يعني حاليا.
انا يمكن انا شفت، انا كنت في جوله في احد الجامعات اللي هي الجديده اللي هي متخصصه في التكنولوجيا والذكاء الصناعي منذ ايام، ايوه فوجئت ان في طالب من الاوائل، كان اوائل الثانويه العامه، رفض ان هو يلتحق بكليه هندسه بترول ويفضل انه يدخل كليه امن سبراني. وهو ده المستقبل، هو ده فعلا بالعكس، فبساله ده بيدل ان ده بدأنا تفكيرنا يبقى في الاتجاه بالفعل، الصحيح. فبساله ليه؟ قال لا، لان هو المستقبل جاي، انا فضلت ان انا اختار المستقبل رايح فين. ويمكن طبعا عارفين برافو عليه كلنا والله. توجهات الدوله المصريه وتوجهات طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بهذا الملف يعني بات واضحا، ويمكن ما ذكره في خلال افتتاح مركز الحوسبه السحابيه منذ اسابيع، وحديثه عن التخصصات ودورة الاهتمام بها، كان اكبر دليل ان هو مهتم بانه يكون عندنا جيل من الشباب قادر فعلا انه ينخرط لسوق العمل، مش في مصر بس، لا ده يكون دوليا كمان. طب خلينا برضو نوضح للسادة أولياء الأمور وللطلبة بالتأكيد، إيه الكليات اللي بتحتاج إن يبقى فيه اختبارات للقدرات، وإمتى، وهل دلوقتي متاح إن هم يبتدوا يعملوا الاختبارات؟ وكمان موضوع اللي هو الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة وكده، هل فعلا متاح إن هو يبقى فيه نوع من أنواع التقديم المبكر؟ نبدا باول حاجه، احنا اولا اختبارات القدرات فعلا بدات من الخميس الماضي او الامس الخميس، مستمره معانا حتى 8 اغسطس. الاختبارات القدرات دي اساسيه لعدد من الكليات. طبعا ايوه المجلس الاعلى للجامعات السنه دي اقر ولاول مره انه يكتفي بخمس كليات فقط لاختبارات القدرات، خمسة بس خمسه اللي بس، فيهم اللي فنون اللي هم تطبيقيه ايوه وفنون جميله جميلة وتربيه فنيه فنون وتربيه جميلة. موسيقيه وتربيه رياضيه للبنين والبنات. تمام، كنا كل سنة طب وهي هندسة عمارة مش بتبقى لا متطلبة لا برضو قدرات؟ لا 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 فيش هندسة عمارة طبعا، كليات الهندسة لا تخضع لاختبارات القدرات ولا أي كلية أخرى. ده احنا السنة دي كان عندنا كليات، كان السنوات اللي فاتت كان عندنا كليات التربية النوعية يتطلب لها اختبارات القدرات، والعام الحالي تم إلغاء اختبارات القدرات لها سواء من الشعبة الفنية أو شعبة المسرح، وبيجي الالتحاق بيها هيكون في كليات التربية النوعية عن طريق التنسيق مباشرة والحد الأدنى. تمام، فاحنا عندنا خمس كليات فقط. طب التنسيق بدأ، التسجيل بقى بدأ من يوم الخميس بالفعل، والاختبارات بدأت من يوم الخميس وهتستمر معانا حتى 8 اغسطس لطلاب الثانويه العامه المصريه فقط. يعني عندنا طلاب الشهادات العربيه وطلاب الشهادات الفنيه ده ايوه لسه لم يحدد بعد، ده ان شاء الله ممكن يكون يعني من لان نتيجتهم بتبقى مختلفة والتوقيت بيبقى مختلف فان شاء الله والتنسيق بتاعهم منتصف بيبقى سبتمبر المقبل ممكن يكون موعدهم في اختبارات القدرات الخاص بيهم لعدد من الخمس من الكليات، ولكن احنا عندنا خمس كليات فقط زي ما ذكرت حضرتك. ويمكن حابب اوجه برضو رساله ايوه للطلاب واولياء الامور، لازم اختبارات القدرات. طبعا ليه؟ لان احنا فوجئنا السنوات اللي فاتت، على السنه العام الماضي احد زملائنا في الجريده رفض، قال لك لا ان ابني اعتمد، افتكر انه ابنه مثلا ما شاء الله يعني هيجيب مجموع كويس جدا، ففوجئنا ان المجموع يعني ما جابش المجموع اللي اللي هو اهله كان الكليه عايزه. صح، فكان عايز يدخل اختبارات القدرات، فقلت طب له لا خلاص خلاص قفلت مفيش حقيقي. ماده. ليه؟ لان الكليات دي اصلا حتى لو ابنك جايب مجموعها لازم مش يبقى هينفع بقدرات. يدخلها، لازم يكون مجتازا لاختبارات القدرات، مش قد اختبارات، لان لازم يدخل الاختبارات ويجتاز فيها، وبزائد ان الحد الادنى يجيبه بعد كده يلتحق بها. دي بالنسبه زي ما قلت لحضرتك طيب للخمس كليات. التقديم المبكر بقى. التقديم المبكر طبعا احنا عندنا الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه وكذلك افرع الجامعات الدوليه، بدات منذ بدأت بالفعل خلاص، بدات يعني منذ دلوقتي أولياء منذ الأمور اه يروحوا لا وينقوا ويشوفوا إيه الجامعة ويبدأوا بيبقى حجز، يأد حجز مبكر ولكن مش التحاق رسمي. طبعا حجز مبكر هو بيقول لك زي ما بيقول ايه، بحجز الدور. ليه؟ لان وقت بمجرد اعلان النتيجه، نتيجه الثانويه العامه، تبقى الأولوية باللي موجود لا اسمه هو بالفعل أو كل ولي امر وكل طالب بيبقى عارف نفسه، هو يعني هتبقى المؤشرات واضحه ونسب النجاح واضحه، أيوه فيبقى كله طبعا عارف هو ممكن يلتحق بطب او يلتحق باسنان او يلتحق بهندسه او غير كلها، فبيلاقي نفسه طبعا. وهنزود عليهم التكنولوجيا دايما، عايزين واحنا بنتكلم كده على كليات الطب والصيدله والهندسه والاسنان والتكنولوجيا، سواء ما كانت تكنولوجيا طبعا المعلومات ده في جزئيه مهمه. الامن السيبراني زي ما حضرتك قلت دي. كليه الحاسبات والمعلومات العام الماضي وقبل الماضي ايوه سجلت اعلى نسب اقبال لم تحققها قبل كده، لاول مره تشوفي يعني الجامعات الحكوميه ان عندك كليه حاسبات ومعلومات الحد الادنى ليها يتجاوز كليه الهندسه في
في الجامعات الحكوميه. لان هو ده المستقبل. مستقبل. شكرا شكرا ضيفنا الكريم الاستاذ احمد ابو ضيف مسؤول ملف التعليم العالي في جريده الوطن، شرفتنا. ومره ثانيه بناكد على حضراتكم الدنيا ما خلصتش ولا وقفت، ولا الثانويه العامه هتكون اخر المطاف. خلينا ناخد الموضوع واحده واحده. ومره ثانيه مفيش حاجه اسمها كليات قمه، القمه انت اللي بتصنعها بنفسك.